نعود الوافدين إلى الميدان بخمس أشواط هذا المهرجان. هلا بالخميس ابن الفحل ألوف والأم خميسة المالك حسن أبو لير من عماه التدريب اسطبلات صناع الأمجاد، سيقود الفارس سلمان الأعسم. إذن أول الوافدين إلى الميدان بالشوط الخامس، هلا بالخميس ابن ألوف والأم خميسة المالك الطفل أحمد حسن أبو ليل تدريب اسطبلات صناع الأمجاد سيكون. ابن الفحل ابن نادر والأم بنت الوزير المالكين طيبة أبو شهوان وأحمد زغلول تدريب اسطبلات صناع الأمجاد سيقود الفارس حسن زيدان. إذن بدأت خيول الشوط الخامس تنطلق تباعا نحو جهاز الانطلاق. أول المنطلقين إلى جهاز الانطلاق مصدر الأمل المالكين أحمد زغلول وطيبة شهوان تدريب اسطبلات صناع الأمجاد، يقود الفارس حسن زيدان، يليه كاليفورنيا كروم مع الخيال محمد الفتحي، يليه المهر نجم الشمال مع أياس أبو جبل، زنور غدير على صهوة أروجيت. تنطلق عمالقة الدرجة الأولى تباعا نحو جهاز الانطلاق، نجم الشمال كاليفورنيا كروم أروجيت ومصدر الأمل بانتظار. حبايبنا الشباب اللي عند خط النهاية لورا شوي حبايبنا. إذن أما والآن سلمان الأعسم على صهوة المهر هلا بالخميس ابن ألوف والأم خميسة المالك أحمد حسن أبو ليل تدريب اسطبلات صناع الأمجاد، سالم العقبي على صهوة عقيد الأصايل ابن الفحل جونيور المرام والأم منى العياد، المالك والمدرب سلمان من اللد على صهوته الفارس سالم العقبي. إذا ستة مشاركين بخمس أشواط هذا المهرجان، نجم الشمال مع إذن تنطلق عمالقة الشوط الخامس تباعا نحو جهاز الانطلاق، نجم الشمال مع أياس أبو جبل، عقيد الأصايل مع سالم العقبي. يسكنوا على أهبة الاستعداد نجم السفير النسر دهمان قيس قيصر شيخ وبريط رعد، هذه هي أسماء خيول الشوط السادس، نطلب من ملاكها. بطولة العمالقة أمهار مواليد عام 2017 بشوط الفئة الأولى. إذن بالفعل انطلقت خيول الشوط الخامس على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لكاليفورنيا كروم. هلا بالخميس يحاول انتزاع الصدارة وأروجيت مع زنور غدير،
كل الشوط الخامس بكومة واحدة، لكن النزاع ما بين كاليفورنيا كروم وأروجيت بصراع على صدارة الشوط. مصدر الأمل مع حسن زيدان، يصارع كاليفورنيا كروم على صدارة الشوط، يقتزع صدارة الشوط برابط المنعطف الأول. مصدر الأمل مع حسن زيدان ينتزع صدارة الشوط. كاليفورنيا كروم بالمرتبة الثانية وأروجيت بالمرتبة الثالثة. خيول الشوط الخامس بكومة واحدة، قرابط المنعطف الثاني والأخير. يقبل كاليفورنيا كروم ومصدر الأمل بصراع على صدارة الشوط. حسن زيدان على صهوة المهور، مصدر الأمل ومحمد الفتحي على صهوة كاليفورنيا كروم، يندفع ما بعد المنعطف الثاني والأخير. سالم العقبي يحاول على صهوة عقيد الأصايل، ولكن مصدر الأمل وكاليفورنيا كروم بصراع على صدارة الشوط. مصدر الأمل وكاليفورنيا كروم بصراع على صدارة الشوط، يندفع عقيد الأصايل بالمرتبة الثالثة. كاليفورنيا كروم ينتزع الصدارة من مصدر الأمل في الرمق الأخير. كاليفورنيا كروم وعقيد الأصايل، كاليفورنيا كروم وعقيد الأصايل، يندفع عقيد الأصايل، ولكن كاليفورنيا كروم بطل أبطال ميدان الأحلام لعام 2019. كاليفورنيا كروم بالمرتبة الأولى، عقيد الأصايل بالمرتبة الثانية، وهلا بالخميس بالمرتبة الثالثة. يفعلها كاليفورنيا كروم ويحصد بطولة ميدان الأحلام. مبروك، ألف 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 مبروك لأبناء المرحوم الحاج أبو ماجد صقري، مبروك الإسطبل الأزرق، مبروك ألف ألف مبروك. كما وندعو الأخ رأفة تطور أبو محمد لتتويج صاحب المرتبة الأولى بالشوط الخامس، بطل أبطال ميدان الأحلام كاليفورنيا كروم. ابن الكلاسيك رشيد والأم لهبة جمرة مرة أخرى ومرة أخرى، مبروك ألف ألف مبروك. مبروك يا أبناء المرحوم أبو ماجد صقري، مبروك الإسطبل الأزرق بخامس أشواط هذا المهرجان. مبروك ألف ألف مبروك مرة أخرى لطاقم الإسطبل الأزرق على إغريفات وعمر إغريفات، مبروك ألف مبروك. إذن بطل أبطال ميدان الأحلام لعام 2019 بشوط الفئات الأولى كاليفورنيا كروم ابن الكاسيك رشيد، والأم هي لهبة جمرة. مبروك يا أبناء المرحوم أبو ماجد صقري، مبروك الإسطبل الأزرق، مبروك علاء غريفات أبو حسين، مبروك يا عمر غريفات. يتوج الأخ رافع تطور أبو محمد، مبروك ألف ألف مبروك. والأخ حسن أبو ليل، مبروك ألف مبروك لكاليفورنيا كروم بطل أبطال ميدان الأحلام لعام 2019. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك مرة أخرى لأبناء المرحوم أبو ماجد صقري، مبروك لعلاء غريفات أبو حسين، مبروك لعمر غريف. أصايل ابن الفحل جونيور المرام والأم من العياد، المالك والمدرب أبو سلمان من الأخ أبو حمد الصقري والأخ رأفة تطور أبو محمد، يتوجون نائب بطل ميدان الأحلام لعام 2019 عقيد الأصايل. مبروك ألف ألف مبروك يا أبو سلمان من الليد، أبو سلمان العساوي بقيادة المدرسة سالم العقبي حلتان. أما الوصيف الثالث في بطولة ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى كانت من نصيب المهور هلا بالخميس ابن الفحسن أبو ليل، مبروك لاسترلاط صناع الأمجاد. مبروك للوصيف الثالث هلا بالخميس صاحب المرتبة الثالثة في بطولة ميدان الأحلام، مبروك حبيبنا حسن أبو الليل، مبروك ألف ألف مبروك.